عبي السنن تبعت لقلك. يا عاشق ومعشوق، كل ما بيتخانقوا بيرجعوا بيحبوا بعض من اول وجديد. امي المرأة الحديدية بس بدون وزارة. مبروك ندى، مبروك أنس، من قلبي بتمنى لكم يدوم الحب بيناتكم. بالحب بس الحياة بتكون حياة، بس بالحب فينا نعمل المعجزات، فينا نعمل فن، فينا نعيش ونتنفس. بدي أسفة أنت تحولت لدي العلماء ولا شو رأيك ورد؟ بالحب فينا نعمل كل شيء من المسلسلات لعمار البلد. ايه اكيد، ليش لا؟ بتعرفي؟ لا، بالحب ما بينعمل شيء، حتى زواج مو مربوط بالحب. اما مسلسل فبينعمل، يعني انك تعرفي حدودك شو لك وشو عليكي بالقوانين. اي حب هاد اللي بده يعمل مسلسل باغلب الاعمال بفوتوا ما حدا منهم طايق الثاني. والكاتب كل كاتب مفكر انه نصه ملحمي، واحذفي له حرف وشوفي شو بيعمل. بينسى انه ممكن هذا الحكي كله يندرج تحت قائمة طق الحنك. وشو هالصدفة، كلنا افكارنا الى حد عند الحلقة 30، سبحان الله. والمخرج دائما بيفكر انه ما في مسلسل بيطلع بدونه، مستحيل، هو اللي فهمان كل شيء وماسك القصة. أصلاً منيح اللي تكرم علينا وقبل يعمل المسلسل، ولا شو بدي أحكي لك على الممثلين؟ كله بيغار من بعضه وكله معتبر إنه هو الأحق بدور البطولة. الله يلعن أبو الحظ. وهذا لسه ما حكينا عن المنتجين وعن محطات العارضة، بس كل واحد بيعرف حده. ليكني حكيت وتفلسفت واكلت هوا، انا طالعه. انا اسفه، عن جد انا اسفه وبعتذر منكم كلكم، بس ما عم بقدر احس الحياه ممكن تمشي طبيعيه والشام هلا.